أي نظام تربوي وتعليمي يمكن تطبيقه من أجل مواجهة تحديات الألفية الثالثة؟ هو السؤال الذي حاول المتدخلون الإجابة عنه خلال ندوة من تنظيم جمعية فاسيس ومؤسسة عبد الهادي بوطالب، حيث تميزت بطرح مختلف التصورات حول السبل الكفيلة بكسب رهانات مدرسة الألفية الثالثة. تعالج إشكالية خطيرة، وهي التحديات التي تعاني منها الدول، خاصة الدول العربية على مستوى الدولي، على مستوى البحث العلمي، على مستوى الجامعي. وعلينا أن نعبئ مواردنا وأن نتعاون إذا نحن أردنا أن نخرج من خطابات الفضفاضة إلى واقع لا يصلح فيه إلا العلم، إلا التكوين والتكوين الجيد. هذا النقاش سوف يساعد على تكوين أساسي، وهو الطالب أو التلميذ خصو يكون في نطاق العولمة وفي نطاق الحاجيات ديال المقاولات المغربية، وهذا من الأمور اللي العالم ديال الثقافة والعالم ديال التعليم خصو يكون منطبق لحاجيات الشغل في المغرب. كما تطرقت هذه الندوة إلى ضرورة معالجة الإشكاليات المرتبطة بالبحث العلمي والابتكار بنظر الأهمية التي يلعبانها في النهوض بالاقتصاد والارتقاء به، مع التأكيد على ضرورة ملائمة التعليم مع حاجية سوق الشغل ومتطلباته.